قهر غافي بلكي الظالم بينا قلبي خلق دافي بتبرد الايام لما الورد بينقطع من يوم كان صرام لا تسألوا الورد عنده الشام لا تجرحه عسرار وتتجنى وتداوي جرحك بالجمر بالكره تتغنى يا روح صير من الدمع خيلي وتمطاري خلي بقى يشفى الوجع عجروح تكباري لك شو هاد لك شعمية والله البخور غريب يو لك هذا عم برقيكي يا خانم عم برقيكي من كل عين شافتك وما صليت على البيت وقبريني اللهم صل على النبي هاتي هاتي هالكاسة عني اخ يا ربي عليكي تقلي يا خانم عليكي تقلي والله هيك شكلي لفي لعندي لشو أنا رح ريحك آخر رياحة وروقك آخر رواق لا هم ولا غم رواق شلون حاسة حالي؟ طلعي فيني لشو؟
عاصي بني عاصي يا ويلك الحلقات الحلقات السوار الكبيرة وهيك نسيها هلا عليك يا خانو يلا بعدين مع القصة هي وبعدين مشان الله يا صهري لاقي لي حل والله ما عاد قدرت اتحمل لسه هذا بدق الباب يسألني عليه وهذا بده منه مصاري وهذا بيقول لي بعد العرس ما عاد شفنا لجوزك القصة طالت كتير اسمعي لقلي انت من بكرة ابن سألك عنه بتقولي له اجاني خبر وما عاد على الطريق بنعمل له عزا وبنخلص منه منيح وهيك انت بترتاحي وانا برتاح لبستوها للسايس يعني؟ لبستوا إياها؟ خلي القهر غافي بلكي الظلم بينام قلبي خلق دافي بتبرد دورت عليهم يا باشا بس ما لقيتهم لك شو؟ شو عم تحكي انت؟ الله وكيلك يا باشا هذا اللي صار وصلتهم على الكية وفاتوا وتأخروا قلت لفوت دور عليهم بس ما لقيتهم جوا شي وين بدها تكون راحت يعني؟ العلم عند الله اسمع نعم روح جيب الحنطور بسرعة يابا حاضر يا باشا حسك بتاخذها مني انا منيحه هذا الحكي ما بفوت مخي عصي انا بدي حصتي بدي حصتي وبدي اخذها على دوز بارا وطي صوتك شباب وطي صوتك لا قريت والله ياخذك انت وياها بقى ارتاح لا 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 ليش معصب عمي مني ما في بالعاده يطلع صوته والله احلى زلمه انت تكون مقطوع من الكيف ولك بني يكون راسك فاضي من الكسلوكا والله راسي ما عاد حملني هيك قل لي اي والله في بزري على كيف كيفك روح جيبها يلا على السريع صحاب ماجي لك شو روح جيبها بدك تفضحني قدام الخلايا هي الكسلوكا مو مسحب نو جهز انا وطالع بسنا ولا منك يلا هذا الحكي جيتك ابو انس صح
روق بني روق. عاصم حاج قال لي روق، انا حصتي بدي اياها غصب عنك وعن حرمتك وعن اختك. ولك حصتك بتاخذها بكره ومن هالشوارب منيحه هيك. ماشي، رح طول بالي لبكره، بس اذا ما اجوا لانكت الخمير والفطير وساعتها علي وعلى اعدائي. خلك لك روق لك، ان شاء الله بيسلمني الراي. انا لك مو الحق عليكم، حق علي اللي اشتغلت هيك شغله تضربوا انتوا اللي اشتغل معكم. فهمت عاصم؟ كيف فهمت لك؟ كان ما فهمت شو شايفني قليل الفهم. الله يسامحك. شو صار معنا شحرور؟ يلا خلصنا. مين؟ أنا يا بنتي، أنا رشدي جوز شهيرة. أهلين يا أفندي. أهلين فيكي يا بنتي. شهيرة كانت عندكم اليوم بعد الظهر؟ إيه والله كانت عنا، بس بعدين راحت على بيت وردة وشامية. مين هدول وردة وشامية؟ هدول خياطات عنا بالحارة. شحوا بيتهم ليكوا يا سيدي. كتر خيرك يا بنتي، امشي يلا. شو صاير يا ما؟ شو صاير؟ والله ما بعرف، اجا جوزها للست شهيرة وعم يسأل عنا، قال لي هلأ ما رجعت على بيتها؟ يب، وين بدها تروح الحرمة؟ أبصر، والله ما بعرف. فوتي يا ما من البرد، فوتي تقبري. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. والله ما بنعرف وينها يا أخي، ليش ما عم تصدقنا؟ يا بيك، شهيرة خانم مزبوط كانت عنا هي وخدامتها، بس طلعوا وركبوا مع السايس بالحنطور، وعلى أساس قالت لنا إنه رايحين على تكية. صار هالحكي يا أخي ولا ما صار؟ صار يا خانو، أخذتن على تكية بس ما عاد شفتن وما عاد لقيتن. فيا أخي ليش عم تسألونا؟ نحنا ما دخلنا. يعني شو بفهم الحكي يا خانو؟ يعني يا أخي روحوا دوروا عليها، شوفوها هي وين مع مين. حاكم نحنا من وقت اللي طلعت من عنا ما عاد سمعنا عنا خبر ولا منعرف عنها شي، يعني نحنا ما خصنا. مزبوط يا خانو، مزبوط، انتو ما دخلكم. يا لطيف، هلأ ما في قدامنا غير ندعي لها ترجع بالسلامة. شنو الست شهيرة؟ زينة نسوان الشام، الله يرد على بيتها سالمة. امشي يا ابو عبدو، امشي. لوين لهلأ يا غاشا؟ لوين يعني؟ على الحكم دارية، امشي. الله معكم يا سيدي، أمانة والأمانة صعبة، طمنونا عليها. الله معكم ومعه. والله أنت ما بتستعني، إن شاء الله بترجع بالسلامة على بيتها. مساء الخير. شعبندر التجار جاي يزورني. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. أهلا فيك. تفضل تفضل يا بيه. شكرا. أمرني مراد باشا، حرمتي مو مبينة من الظهر. ما أسمع. عم بقول لك حرمتي مختفية من الظهر يا مراد باشا. شو عم تحكي يا بيه؟ مثل ما سمعت، وبدي حرمتي ترجع لي اليوم يا مراد باشا. اللي لوين راحت يا رشدي بيك؟ راحت عتكية يا حاجب. أوامرك باشا. اندهدي على فارس. حاضر باشا. طلعت أوامرك باشا. وين بيت الحجة كريمة؟ بالدفن الموسي. امشي قدام دلني يلا. صح يو، مين بده يكون بهالليل؟ مين؟ أنا الضابط فارس من الحكم دارية. حطي على راسك، بدنا نفتش البيت. يو، وليش بدكم تفتشوا البيت سيدي؟ يا بنتي يا شكرية، نفذ الأوامر وبلا لعي، عم تفهمي؟ طيب يلا تكي تكي، رح حط على راسي، افتح لكم وفوت على الأوضة. يا مو فوتي قوام، بدون يفتشوا البيت. شو
طولي بالك علينا يا حجي، نحن عم نعمل شغلنا. شو صار معكم فتحي؟ سيدي بلا اي شيء. شو بتمرونا نساوي سيدي؟ لك يا ابني قلي على شو عم تدوروا لحتى ساعدكم. عم نفتش على شيء مهم يا حجي. لك يا ابني احنا سلاح ما عنا ولا بنشتغل بهيك شغلة سيدي. بترجع بتاخد شهادة الحجي هون وبكره بتجيب لي شكرية على الحكم درية. الحوني يلا انت وياه. سمعتي شو قالوا يا مو؟ لك ما عرفنا شو بدهم، على شو عم يدوروا، بعدين ليش بدهم اياك تروحي على الحكم دارية؟ لا حول ولا قوة الا بالله، امشي يا مو امشي. لا حول الا بالله، لا حول الا بالله. انا عارف كثير منيح انه ما بتعملوا شيء غلط، بس حابب اسألكم. لا تسألي يا سيدي، حاكم كل شيء بدك تسألنا اياه، قلنا له اياه لرشدي بيك لما اجى لعنا. لكان لكان، وقلنا له انه ايه كانت الخانم عنا هي والخدامه والسايس تبعها وراحوا على تكية. اختي خلاص، اختي تركيه تركيه فتش البيت على راحته. يو تقبريني، خليه فتش وانا معوقته. تفضلوا سيدي تفضلوا، فتشوا البيت، البيت يعني تحت امركم من فوق لتحت. لا لا ما في داعي نفتش طالما انه البيت كان هون. أنا بعتذر منكم. لا لا ولا يهمك سيدي ولا طلعت يمك. أمرك سيدي. طلع العسكري يلا حاول. يلا بخاطركم. الله يحميك من كل ردي يا سيدي. يحميكي. الله معك. رح يوقف قلبي. عم تضحكي على عيونك. عرفت شو قال؟ اخي انا شاميه ماني مطمن لا من الاخير. لك مرتي بدها تفيدك. لا 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 تخاف. لا من شو بدي خاف؟ انا اصلا ما عندي شيء خاف عليه، ومصاريه وقت بدي اياهم بصير ماي بجيبها. بس انا كل خوفي عليك انت القاصي. مرتك معنا قليلة، حية يا حية حية بس بتحبني لك مني بتحبني. صحتين وين عمي؟ خليها فيها شف اشربها عمي عاصم اشربها. الأمانة جاهزة بعدين سلمون. أمانة أمانة شو ولا شيء أنا بعدين بحكي لك. لك يسلموا جاوبني يا ابو عبدو. نعم سيدي. لوين اخذت الست شهيره؟ احلى محيلك على التحقيق وخليك تنسى اسمك. والله العظيم يا سيدي، والله العظيم كل شيء بعرفه قلت لك اياه. ماني مصدقك. والله العظيم ما شفتها يا سيدي. انت بتحلف وانا بضربك، انت بتكذب وانا بضربك. قل لي وين اخذتها؟ يا سيدي مثل ما قلت لك اخذتها على الكي، ولما انطولت فتت يا سيدي لاشوفها ما لقيتها. قل لي يا ابو عبدو ست شهيرة وين كانت تروح؟ ولا عند مين بالتفصيل؟ حاضر فزوا لك؟ حاضر سيدي حاضر. هاي الشام كلياتها انطبلت بقصة حرمته لشعبندر التجار. بس شو حرمة؟ والله قلبي عندها يا خالد بتاخذ العقل. وين بتكون راحة؟ والله العلم عند الله. بس تقبرني انت شباب، والله هالفترة شايفتك مكركب كثير. تعبان أنا والله تعبان يا شكرية. تعبان تقبرني؟ تعبان تقوم تضربه للمعلم عرفان بالسكينة؟ شو صار بيناتكم؟ هيك طلوع خلق بلا طعمة. طلوع خلق. خلص شكرية ماني ناقصك. ها فوتي وسكري الباب. يلا فوتي قدامي يلا. حاضر تقبرني حاضر. وبعدين يا مراد باشا وبعدين؟ شغلتك شغلت بالي كثير. طيب طلع معكم شيء؟ يعني رح تعرفوا حرمتي وين مطرحها؟ ولا مين اللي خطفها؟ رشدي بيك بدي اسالك سؤال. تفضل سأل اللي بدك اياه. حرمتك شو عندها املاك؟ عندها املاك كثيرة، بس ليش هالسؤال؟ لازم نعرف شو عندها املاك مشان التحقيق. عندها ارض كثير كبيرة
ومعها مصاري ذهب انجليزي ورشادي غير المصاغ اللي كانت لابسته. وقديش بتقدر حق المصاغ اللي كانت لابسته؟ يعني بحدود 20 رشادية. والله مبلغ كبير. طبعا كتير كبير. طيب اذا زبطنا حدا عبيع المساغ تبع حرمتك بتقدر تتعرف على المساغ؟ طبعا بقدر اتعرف عليه لانه انا اللي شاري لي اياه بايدي هدول. معلم الطمنة يا عشام. يا معلم الطمنة. اي والله معك حق. اسمعي اختي هدول لازم يطلعوا من البيت بنبدلهم مصاري، شو رايك؟ بس خلينا نستنى لبكره. ممكن ما بدك. اسمعي لكان خلينا نروح على بيت الست كريمه نطقطس على الاخبار ونعرف شو في ما في. ايه شو عليه؟ يلا انا حقوم اوعم بك ملايتي. وانا كمان. انا بعتقد انها حالات خطف نسوان من شان الذهب يلي معهم يا باشا. اكيد الشغله مقصوده. هي حرمته لفصيحه فني، ومبارح حرمته لشباندر التجار، وما حدا بيعرف بعدين مين راح ينقطف. شو المطلوب مني يا باشا؟ عمموا على كل محلات الصاله ما حدا يشتري ذهب من حدا الا ياخذ اسمه وعنوانه. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. امرك. يلا على شغل. احترامي. خلص لا تاكلي هم، ووحياتك رجلنا على رجل على الحكم داري منيح. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم يا بنات. ورح نفوت معه لعند سيدي فارس بنستفهم منه شو القصة. كمان. يلا شكرية كلها ملاية. يلا هون جزت. ادعي لي اياهم. يلا ادعي لنا كلياتنا. يلا يا خاطرك حجي. الله معكم يا امي، الله معكم. ليش كريم؟ اصحك تكوني خايفة هالكنا نحن التنتين رايحين معك. لا شو خايفة؟ ماني خايفة. بعدين ما حدا بيسترجي يحكي معك كلمة، انت عاملة شيء؟ لا يوها اعوذ بالله، بس من كرب نروح على هونيك. ايه خلص خلص. شو صار معكم يا حريم؟ يلا يلا سيدي ليكنا. يلا تيسر. هو بلا ما نسمع لنا كلمة زيادة. معلم رياض، معلم رياض. يا ابو اسامة. لسا التصليح من بعد اذنك. ولا يهمك، صلح لك اياها. ممنونك. تسلم. صباح ابو عاتل. صباح الخيرات معلم رياض. شو عم بصير لعبك انت الصباح؟ شوف حالك شوف حالك. ايه سيدي، سمعت الفرمان اللي اجى بالحكم داري؟ لا والله ما سمعت. اجاني تعميم ممنوع اشتري ذهب من حدا الا لحتى اتاكد منه من اسمه وبيسه. هول كرمال هول اللي عم يخطفوا نسوان وبيسرقوا ذهباتهم. انا قلت هيك، شنو ما في حرمه عم تختفي الا ما تكون مشنشله بالذهب ليوم الذهب. الله الله يخلصنا من خطافين نسوان. امين يا رب العالمين. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه خانم شو احتملتي؟ يوه ابو عيسى. اهلين معلم رياض. وشي هاي تسوارها؟ يوه شو الحمد لله ماشي الحال. يوه والله صرت شهيرا بين مرأة قلب الله. بعدين انا ما شفتها غير هالمره اللي اجت فيها لعنا على البيت. ايه والله ما في منها، الله يردها لبيتها سالمه غانمه. امين يا رب العالمين. والست شهيره شو جايبها لعندكم على البيت يا شكريه؟ اجت لعنا مشان تساعد الاولاد الصغار سيدي. ولاد مين؟ سيدي شكريه بتعلم اولاد الحاره القرايه والكتيبه. خجو يعني سيدي خجو خجايه. والست شهيره بتجي بتساعد هالولاد الصغار بالاكل بالشرب، حاكم اهليهم معترين ومعتازين. طيب روحي على بيتك يا شكريه. اوخ يلا يعطيكم العافيه. السلام عليكم. مع السلامه تقبريني. لاحقينك. ايه وانتو كمان روحوا على بيتكم. يلا اختي يلا. اي لا سيدي، نحن مالنا رايحين ومالنا متحركين لحتى تاكد لنا وتقلنا انك جاي تتعشى عنا. ماني فاضي يا وردي، انا مشغول كثير بقضيه اختفاء الست شهيره مثل ما انك شايفه. اي وعزة الله وعزة الله. اذا ما بتقلي انك جاي تتعشى عنا اليوم المساء لقلن انك انت اللي خطفت لشهيره خانو. ومهضومه كمان عندك روح النكتة. شو جاي؟ في ما اجي؟ ايه جاي جاي. بتشرفونا سيدي، لا تطولوا علينا.
خاطرك سيدي. الله معك. اوه يبعت لي عمالك، يبعت لي عمالك يا جوزي، يبعت لي. لك شو هالخبريه هي؟ يبعت لي قتلي عليك. يا ريتني انا ولا هو، لك يا ريتني انا ولا انت. لك شلون مات شلون؟ اوه يبعت لي قتلي، يبعت لي عمه. لك احكي امتى مات؟ يا علي يا علي، مات وهو راجع لعندي، ما لحقت شوفه، ما لحقت ودعه. يا لطيف، وشلون مات؟ هالمسكين كان تعبان يقبر قلبي، قعد على طرف الطريق مشان يرتاح، يبعت له حمى الحنش قرصه ومات، مات، يبعت له حمى مات. قل اعوذ برب الفلق. الله يرحمه. يا لطيف على هالموتة، يا لطيف. يا علي انا، يا علي، الله يرحمه. طولي بالك، طولي بالك، تقبري، طولي بالك. تعالي تعالي تعالي. يا علي يا علي يا علي. انا لك اختي، ما حلو تقولي له يجي يتعشى عنا. شو في؟ على مهلك يا مو، على مهلك. يا عم الشوم، يا عم الشوم، لك ليش انت منتختك يا حجه؟ كرمال واجبكم لك بنتي، كرمال واجبكم. قليل اللي عملتوه يا امي. الحمد لله مرقت على خير يا حجه. الحمد لله، كتر خيركم، الله هيك يقدرني على مكافاتكم. يوه يا حجه، ما بدنا غير دعاك. ايه والله. بس يا عمو شو هالفارس؟ رجال محيوب ومعبي مقامه. ايه والله، ما في منه. ايه والله ما في منه، الله يسلمه لاهله. امين. عاوزه شي حجه؟ عادي اشربوا كاسه شاي. معلش يا حجة، مستعجلين بخاطركم. الله معكم. خاطركم. الله معكم. ودي استني، خدي بإيدي أمي، خدي. انتقل إلى رحمة الله تعالى وغفرانه المرحوم فواز ابن محمد عبد الله. الله الله، الله يرحمه ابو خالد. ابو خالد الله يرضى عليك. ركني بحالي. تركك بحاله؟ هو 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 والله مو لحالي، حالي انا ابن الاصول الموجب اللي عم عزي. عم عزي. راحوا المصاري يا عاصم، راحوا المصاري. شو راحوا المصاري؟ وين راحوا المصاري؟ شلون راحوا المصاري؟ شو بدي احصلهم انا هلا بعد ما مات الزلمه؟ بتحصلهم وحياة عينك، بتحصلهم، بتحصلهم من مرته. ايه من مرته. خذ لتعطيني اياهم او تعترف فيهم. لك عاصم، لك شو على كيف ما تعترف فيهم؟ انا بجيب لك اياهم. عم اقول لك هلا انت بدك ترجع لي اياهم. لك عاصي. ايه عاصم اللي حيجيب لك اياه. شو مو معبي عينك يعني؟ ايه ورجيني، ورجيني شلون حترجع لي اياهم لشو؟ وحياة عينك لا تاخذهم من هالشوارع. ايه بكره من شو؟ قال له على المغتسل كل شيء بيبان. ايه قال له، قال له يا 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 حواجبه، يا 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 عيونه. عرفت تدبر حالها؟ ايه مو لمت عليها نسوان الحارة كلياتهم وقت موتت جوزها الله يرحمه. لك بدي اتاكد موته، بس متاخره كثير. خالي، معقول يكون ابتهال من هدول النسوان اللي عم ينسرقوا وينخطفوا ويسرقوا لهم ذهباتهم؟ شلون؟ لك انا شو عم اقول لحالي؟ انه بركي خطفوها بعدين سرقوها بعدين قتلوها. ايه كل شيء وارد. بس في شغله، اللي عمل عملته بيعرفها لابتهال منيح، وبيعرفك الك منيح، لهيك اجا وزدتها هون. معقول يكون من الحاره؟ ما بعرف. لك طيب ليش زدت لي اياها الي بالذات؟ كمان ما بعرف. راتب، يلي عمل هي العمله لازم نعرفه اليوم قبل بكره. وجب خال، تكرم. يا على قامتي على حظك يا هدى، يا على قامتي على حظك. شو مشخر؟ اخ ما لحقت تتنعم شبابة يا حزيني. الله يرحمه ويسامحه، الله يرحمه ويسامحه. ما تغيرت يا شفيق.
معلش 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 كريم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله لك يا هدى، وين دفنوا لجوزي؟ الطريق دفنوا هو. ايه على عم شو هالحكي؟ ليش رفيقه كمان ما؟ قلت رفيقه الله يرحمه ويرحمه، لا حول ولا قوة الا بالله. الله يسامحه، الله يغفرله، الله يرحمه، امين. الله يرحمه ويسامحه يا رب يا رب يا رب. الله يحط الصبر بقلبه، امين. الفاتحة الفاتحة يا جماعة الفاتحة. ما أنس نسى، لا ما لا قليلة، مخلي الكل يصدقها ما شاء الله. إيه نحن ما صدقناها. إيه بس شو علي؟ ما بكون أنا وردة إذا ما خليتك تمشي تحكي مع حالك أنت وشكرية. شو دخلها شكرية؟ شو دخلها؟ ما شفتيها شلون كانت عم تتغزل فيه؟ ما تركت كلمة حلوة ما قالتها. لك إيه والله مزبوط. ما شفتي هداك نهار لما كنا عندهم عيونها بزت عليه هالقد؟ بس شو علي؟ أنا بورجيها. لك اخ منك انت وفارس تبعك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا عمار يلا صرت عندك يا عمار. سيك الساعة ساوي تلاقي شايلة معكم. يا رب تسمعني خبر عنك حتى لو كانت ميتة. يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال عزم الله شكر الله وسعيك شكر الله وسعيك. فقال لهم خزنتها سلام عليكم. عزم الله شكر الله وسعيك شكر الله وسعيك. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا يا جماعة. لك هلأ ضروري بالمعلقة. شبشان فارس عزبناكم، يعني ما كان في داعي تطبخوا كل هالأصناف. لا
هذا واجبك سيدي فارس. ميت عليك سيدي. اهلا فيك. جيتك غالي علينا كثير سيدي فارس. الله يخليك. يا على عيونك شو بتعرف طعم التمك زيتون؟ بحبه سامي. يا على عيونك. صحة صحة. صحة. أعطيك مي. ما على قلبك شر. عفوا. ابن عمي شو قصة هالعسكر رايحين جايين على بيت شامية؟ بظن لسه ما خلصوا تحقيق من قصة حرمته لشهبندر التجار. يو ايه شو دخلهم هن لحتى يفوتوا لعندهم؟ لسه مبارحة فاتوا وفتشوا البيت واللي قبله، يعني صايرين كل فترة عم يجوا. ايه فاتوا على بيت كريمة كمان. يا مو فاتوا على بيت كريمة مرة واحدة ما عاد عادوها. الحكم دارية اجت اخذت شكرية على تحقيق حقه معي. الحكم داري كتير مهتم بقصة حرمته لشهبندر التجار ولهيك رايحين جايين على الحارة. شنو رجدي بي صاحب المراد باشا مسؤول أمن الشام يا عم حاتي. والله عمل مرقة على خير مع إني ماني شايفة الخير. فعلا كان عشاء طيب كتير. إن شاء الله صحتين وهنا. طيب يا ريت بتشربونا شاي لانه لازم ارجع على الحكم داري بسرعه. والله ما بصير. مبسوطين بوجودك سيدنا. مضطر شو بدي اعمل. بس هي مو محسوبه لازم تعيدها سيدي. اكيد اكيد. يلا رح اعمل الشاي. ايه ايه خفيه ما بدنا اياه يتاخر. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. شريف 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 خلينا على الشاي. على الشاي. ايه ايه على عيني. هو يعني كل شيء صار جاهز وما بقيان الا تجي على بيتك يا صفيه. يلا هانت ان شاء الله. كل اسبوع زمان وبتتجوزوا وبتصير صفيه عندك على طول. الله يخلينا اياك يا مرت عمي. وين رايحه صفيه؟ رايحه اعمل لكم قهوه. ماشي. ما عم تاكل فواكه يا صغر؟ وشو مشان العرس يا ادهم؟ والله يا محاسن خانم يعني حكيكي بصراحة أنا ما إلي حدا بالشام. أهلي ما في حدا منهم هون، ما بعرف غيركن. عم فكر من بعد أمرك يعني نعمل هيك عرس على الضيق، شو رأيك؟ والله نحن كمان أهليتنا كلهم ببيروت ما رح نبعت لهم خبر. بتعرف شو؟ أنا من رأيك نعمل عرس صغير بيناتنا ويلا الله يسعدكم ويوفقكم. الله يخلينا إياك يا رب. تفضلي. يسلموا دياتك. إيديكي. شو بكي؟ شو بني؟ اختي؟ انت باللي عم تعملي رح تجيبي لنا مصيبه والله يسترنا. ليش بقى؟ ليش بقى؟ فوتت فارس وعساكره لعنا على البيت؟ ماما ظابطه تقبريني. اختي شو اعمل له اذا هو اجا ومع عساكره؟ شو ساوي؟ لازم تعزميه على العشاء ورده؟ ما لازم تعزميه، والله انا خايفه خايفه. لا تخافي اختي لا تخافي. فارس بيحمينا. اي المشكلة إنه أنا مالي خايفة من فارس، يا ريتني خايفة منه، أنا خايفة من حدا تاني. من مين؟ من مين؟ لك هلا بصير البيت مراقب، لا عاد بنقدر نفوت حدا لعنا ولا نطالع اللي عنا. معك حق بهي يا شامية. بس لا تاكلي هم أختي، أنا بدبرها. أضلي شاطرة فيه، لا تاكلي هم أختي، أنا بدبرها وشلون يا خانوم؟ تفضلي. لازم أهل الحارة كلهم يعرفوا. إنه فارس رح يتجوزني. تكيت معبيها كثير لك شحرور. هو شراب شراب عمي وهي لبنتي. شرفتوا عمي. يسلموا ايديك. يا سيدي ما حبيت ابني زيارته لهذا الضالة اللي عم لك يا بالعكس لك بنية كثير كثير منيحة. جواب شو منيحة دخلك؟ لك شلون بشو منيحة العالم؟ بتصير تحسب حساب إلي ولمرتي ولبنت حماي كمان. وشو سبب هالزيارة الميمونة بقى وهالعشاء المدلع؟ يا سيدي
كأنه عامل مثل ما فهمت لها إنه حاطط عينه على بنت حماي وبده يتجوزها. وهذا اللي ما راح يصير ابنه. وليش بقى؟ لأنه ما في حدا غير راح يتجوزها، ولا ساعتها ما راح تشوفوا الخير بكل عيشتكم، لا أنت ولا مرتك ولا أختك.